أيها الأخوة، نحن في أمس الحاجة إلى أن يكون اعتقادنا صحيحاً سليماً. إذاً أنت مخير، واختيارك يثمن عملك، وأنت مخير فيما كلفت. كلفت أن تكون صادقاً، أنت مخير في أن تصدق أو أن لا تصدق. أمرت أن تكون أميناً، أنت مخير في أن تكون أميناً أو أن لا تكون. كلفت بالصلاة، أنت مخير تصلي أو لا تصلي. كلفت بالصوم، أنت مخير تصوم أو لا تصوم. أنت مخير فيما كلفت به، فقيمة التكليف أنك مخير فيه، وكل عمل أنت مخير به له قيمة كبيرة، لأنه بإمكانك ألا تفعله.